السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا ويلا حيهم وصبحهم بالخير. ما في شيء يا إخواني يعدل لذة العمل لدين الله والغير على حدود الله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا رأى طلاب العلم قادمون إليه وبأيديهم المحابر، ناظر تعبير الإمام أحمد عن هذه المحابر، قال هذه سرج الإسلام. يعني يا إخواني سبحان الله العظيم، على قدر بذلك لدين الله وغيرتك على حدود الله وشرع الله، على قدر ما يعطيك الله من الخير والتوفيق، والله ما لا يخطر لك على بال. طبعا ذكر الرافعي في التدوين في أخبار قزوين وسبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن أبا سفيان مر من عندي فاطمة وإذا بها تبكي. طبعا فجاء أبو سفيان فاستفسر من فاطمة، يعني سلمات وش اللي بكيك؟ فأخبرته أن أبا جهل قد لطمها فكاد قلبه أن ينضج من الغير، كيف يضربك؟ طبعا فبحث عنه في كل ناحية وزاوية، يبي أبو جهل بل هو أبوها، حتى وجده فأمر فاطمة أن تأخذ بثأرها حتى طاب خاطرها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. قال ابن عباس: وكنت أرى أن هذا سبب إسلامه. تخيل عاقبة صنيع أبي سفيان العظيم هذا، وانظر إلى نتاج فعله. يا إخواني كنت أرى أن هذا سبب إسلامي رضي الله تعالى. عشان كذا لا تحقرن من المعروف شيئا، تقدم خيرا، تدل على بر، تنصح الناس، توجههم وتعلمهم، ترى والله يا إخوان عاقبة هذا الفعل لك أنت قبل كل أحد. سبحان الله، عاقبة البذل لدين الله وإيصال الخير للناس، والله يا أخوان أن لذته معجلة، يعني منفعة تذوق في الدنيا قبل الآخرة، والله غفور شكور.